اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى من استوديو سي بي سي، نواصل معكم حتى المساء احتفالات مصر بمرور عام على ذكرى ثورة 25 يناير، والاحتفال هنا بمعان مختلفة، فمن يرى ان الاحتفال بمرور عام يستحق الاحتفال، ومن يرى ان الاحتفال بان الثورة ما زالت مستمرة ولها مطالب لم تتحقق. المهم ان الشعب المصري الان نسبة كبيرة منه في ميادين وشوارع مصر تعبر عن رغبتها في انتقال مصر الى مرحلة افضل. قبل ما اقول لحضراتكم عندنا ايه، عايز اتقدم بالتعازي لكل زملائي في مؤسسة الاهرام وفي المؤسسات الصحفية لوفاة الكاتب الكبير الراحل الاستاذ لبيب السباعي. الاستاذ لبيب السباعي رئيس المجلس الاعلى للصحافة، كان رئيسا لمجلس ادارة الاهرام منذ فترة قليلة جدا، خرج منها الى المجلس الاعلى. أتذكر مكالمة بينا وهو بيقول لي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بعت لي رسالة بيقول لي أن الإنسان، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وجايب بالآخر ربنا بعت لي رسائل يقول لي اللي أنت عملته أو مواقفك بتجدها في حتى ولو كان الوقت متأخر، لكن للأسف ما لحقش، تعب في أيام قليلة جدا بمرض غامض غير مفهوم، اتنقل للمستشفى وتوفاه الله منذ دقائق، يعني منذ ما يقرب من 3/4 ساعة أو ساعة تقريبا. أنا بس أريد أن أخبر كل الزملاء الصحفيين اللي عايزين يعرفوا ميعاد الجنازة هيكون بكرة بعد صلاة الظهر إن شاء الله في مسجد السيدة زينب، وسيدفن في مقابر الأسرة، مقابره موجودة في 6 أكتوبر، وإن شاء الله نخبركم بميعاد العزاء إن شاء الله. طيب احنا هنتكلم في ايه؟ احنا هنتكلم في اللي احنا شايفينه، هنتكلم في الثورة، هنتكلم في الشارع، في الميدان، وماذا بعد؟ الى اين نحن ذاهبون؟ هل في عقدة في المنشار ولا في رسالة ويجب ان تكون هناك استجابات وشكل الاستجابات وتأمين الحلم، تأمين الثورة، لان الوجود في الشارع بأعداد كبيرة يحتاج الى تأمين في ظل غياب شرطة وجيش ما لهمش دعوة بهذا التأمين، مع تسريبات وأخبار مختلفة عن بعض العمليات المتفرقة اللي مش معروف الأسباب وراها لتفجير سيارة شرطة وخلافه، يمكن أن يثير قلق. هناقش ده مع ضيوف الأعزاء، الأستاذ الدكتور محمد أبو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك. دكتور هشام كمال، هشام أبو النصر، مسؤول مدير عضو المكتب الإعلامي بالجبهة السلفية، أهلا أهلا بحضرتك. هشام كمال، هشام كمال. طيب هم كد في أبو النصر، في الشيخ هشام أبو النصر. حاجة تانية. نعم. في حزب النور. تمام دكتور، ترى الرسالة وصلت؟ هذا الخروج الكبير النهاردة. نعم. هو من وقت ثورة 25 يناير وابتدى يبقى فيه قوة لم يعتدها الشارع المصري، سواء الشارع المصري العادي أو الشارع المصري السياسي، اللي هو الشعب. الشعب بقى نقدر نقول عليه ان هو اللي بقى اصبح اللاعب الاساسي في الحياه في مصر عموما، سواء سياسيا اقتصاديا اجتماعيا في كل المجالات. والشعب لما خلص ال 18 يوم الاولانيين للثوره وتنحى الرئيس السابق، الشعب اقتنع ان الجيش كان ليه دور ايجابي في تامين الثوره وحمايتها، فالشعب قال كلمته، الجيش والشعب ايد واحده، وكان افراد من الشعب بتطلع فوق الدبابات وتقبل العساكر وتديهم ورود وتتصور معاهم الى اخر ذلك يعني. وبعدين الشعب لحظه 25 يناير وما تبعها من ايام كان كل شويه بيرجع للشعب ملكيته للبلد اللي هي كانت ما كانتش موجوده، كان زمان يتقال ما هي بلدهم، لكن كان من اول 25 يناير لغايه تنحي الرئيس السابق كان فكره بلدنا ووطننا بتتصاعد. ورجع حاجه تاني برضو للشعب مع ال 18 يوم دولي، فكره المراقبه وان دي مصالحنا وان احنا لازم نحفظها ونراقبها وما شابه. وبالتالي لما تنحى الرئيس السابق والشعب اعطى شرعيه للجيش، لما الجيش ما ضربش المتظاهرين، رجع بعض ناس من الشعب للبيت. وأظن أن قيادات الجيش افتكرت أنه الشعب هو هو، أنه الشعب قبل 25 يناير هو هو بعد 25 يناير، بمعنى أنه طالما رجع البيت هتبتدي الحياة تاخده بقى وينسى وخلاص، ويعتبر أن سقوط رؤوس النظام ده شيء كبير، ده نهاية العالم يعني. لكن هو في الحقيقة هو الشعب ما رجعش، وإنما كان بيراقب. هو إدى شرعية انتقالية للمجلس العسكري وابتدى يتابع طيارات سياسية مختلفة التوجه والفكر بتطلع وبتنشأ، ويتابع حواراتهم ومناقشاتهم وما شابه يعني. وكل ما يتأخر تنفيذ مطالب الثورة
كل ما الشعب يعبر عن رأيه في الجمعة وينزل يقول ان احنا رافضين كذا وكل ما الشعب يضغط يستجاب لحاجة. فالمحاكمات تقريبا كلها ما ابتدتش الا مع جمع متتالية الشعب عبر فيها عن انه موجود وانه لو كان رجع بشكل جزئي للبيوت لكنه مازال موجود. وكان في بعض اصوات بتتكلم عن المجلس العسكري بشكل سلبي بس ما كانتش الأغلبية. نعم. إلى أن حصل الثلاث أخطاء الكبرى أو الأربع أخطاء الكبرى ودول اللي بنوا المشاعر الموجودة النهاردة في التلفزيون. الخطأ الأول الانحياز الجيش للتيار السياسي الإسلامي واعتماده على أنه هو ده اللي هيسيطر له على الشارع وما شابه، وما تبع دون من تعديلات دستورية هي خطأ تاريخي. التاريخ هيسأل كل من دعموه وهيتسجل كده من الأخطاء التاريخية أن أنت خليت الدستور مش أولا، من الأخطاء التاريخية أن أنت أعطيت أغلبية برلمانية أيا كان هي مين على فكرة، سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو يسارية، أي قوة برلمانية كانت هتسيطر على صياغة الدستور 100% هيغلب وجهة نظرها سواء على لجنته التأسيسية أو على بنوده. وبعدين ده خطأ خلى الناس تبتدي تحس أن الجيش ما بيعملش لصالح الشعب كله، وتواكب مع كده كلام عن صفقات وعن خروج آمن وعن أن الجيش محتاج أن حد يأمنه. فده كله إدى رسائل سلبية للناس اللي كانت بتقول الجيش والشعب إيد واحدة، خاصة أن المجلس العسكري ما طلعش ولا مرة وقال إيه صفقات اللي بتتكلموا عنها دي، إحنا مش متهمين، إحنا ما عملناش حاجة، ولا مرة قال كده. وكأنه بيقول للناس فعلا أنا محتاج صفقة وعايز أطمن أن أنا لما أخرج. متأخرا ومش بالشكل الواضح المباشر اللي يبقى فيه فعلا أن أنت مش عامل حاجة بقى وكلام كده يعني. إلى أن حصل مسبيرو محمد محمود مجلس الوزراء. دي أخطاء تاريخية في حق العسكرية المصرية ده بداية، وفي حق الشعب المصري ثانيا. الجيش المصري ما بيقسمش قسم جيش قيصر، يعني جيش قيصر الراجل يحط السيف على كتفه كده يقول له أصبحت فارس، فيلتفت ليه ويركع له كده ويقول له ائذن لي أن أطيح برأس من أرض الشعب حماية ليك. يعني الجيش المصري مش كده. الجيش المصري قسمه فيه أنه يحافظ على المصريين، على دماء المصريين، على المصالح القومية، على فكونك تحط الجيش المصري في مشهد بيضرب الشعب ده خطأ تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنه دبابات من الجيش وعربيات تدوس الناس في مسبيرو ويتقال أصل حد سرقها، أصل حد عمل. يمكن كان مشاعر الشارع المصري مش كلها موجودة في أحداث مسبيرو لأن كان اللي كان بيضربه كانوا مسيحيين، لكن لما حصل محمد محمود وبعدين لما حصل مجلس الوزارة وتعرض ستات وتسحل ستات، الشعب اللي هو القوة اللي ما كانتش حاضرة قبل 25 يناير اللي فات بقت حاضرة جدا. وبدل ما كان بيتقال الجيش والشعب إيد واحدة عبرت عن رأيها الآن الشعب يريد إسقاط العسكر، محاكمة العسكر، إعدام بعض أسماء من الموجودة في المجلس العسكري. وأنا يعني شفت مسيرات وقبل ما أجي لحضرتك يعني نفس الإجماع اللي كان موجود قبل تنحي الرئيس السابق، يعني يسقط حكم العسكر، مش هتلاقي واحد ما بيقولهاش. الشعب يريد محاكمة المجلس، الشعب يريد، أو نفس الشعارات مجلس عسكري باطل فلان، ويجيبوا اسم من المجلس العسكري. ده كله تعبير عن إيه؟ عن إنه الشعب اللي بيحرس مصالحه ادى شرعية مؤقتة لحد أين كان هو مين بقى، المجلس العسكري، مجلس وزارة، عصام شرف اللي هم زي ما جابوه زي ما أسقطوه يعني، وقعد يراقبه ويبص عليه. والله اشتغلت لصالحي، حافظت على الحقوق اللي الشهداء دفعوا دمائهم مقابلها، هندعمك وهنأيدك وهنقول انه انت أعظم حد. إذا خالفت ده ما فيش شرعية دائمة. يعني يمكن احنا امبارح كنا بنكتب بيان في المجلس العسكري، قصدي في مجلس الشعب موجه للأمة، يعني كانت شكلت لجنة كده عشان الناس يعني يساعد على هدول النهاردة صباحا قيل، بس ما تقلش زي ما احنا كنا. انا كنت ضمن اللجنة اللي كانت هتكتبه، فاتخذ منه بعض حاجات وحاجات تانية ما قالوهاش يعني. بس عموما يعني فكان في حوارات بتتقال كده، واحنا يعني انا كنت عايز يتكتب بشكل صريح واضح كده انه شرعية الشعب هي الأصل، وان شرعيه المجلس فرع من شعبيه الاصل، وانه من شرعيه الاصل نعم. وانه المجلس الشعب ده ليس بديل عن الشرعيه الاصيله، وان اللي بيطالبوا ان الشرعيه الاصيله يعني تقع ولا ده بديل عن ده، انت اذا اسقطت الاصل هتسقط الايه، هتسقط الفرع يعني. فاللي انا عايز اقوله انه الشعب المصري الان يؤكد يعني من 25 يناير لغاية النهاردة، وبالذات بالأعداد الضخمة جدا الموجودة النهاردة في الميدان اللي تشبه يوم 28 يناير، إنه مازال حاضرا وإن شرعيته هي الحاكمة. كل من يعمل لصالحه هيدعمه الشعب،
وكل من يتواطأ عليه لأي سبب من الأسباب هيحصل فيه زي ما بيحصل النهاردة مع المجلس العسكري. ويمكن دي رسالة لمجلس الشعب كمان، إنه من يظن إن أغلبيته هتخليه يفعل ما يشاء ويسيطر كيفما يشاء الرسالة الموجودة النهاردة دي خير دليل على إن الشعب المصري لم يعد مستأنسا كما كان من قبل. أسأل القصة. هذه بداية أنت قلت لي فيها الناس دي كلها موجودة لي. طبعا. يعني الشرح الاستعراض اللي حضرتك عملته بيفسر، رغم انه يوم 25 حتى من خرج للاحتفال تقريبا هناك اتفاق على المشاعر وعلى الموقف. مفيش احتفال على فكرة، يعني لما حاول حد يحتفل الصور، يعني كان الاخوان عايزين يحتفلوا شوية، فطبعا مستحيل. يعني احنا بنتكلم على سلوكيات المصريين الطبيعية، في طار دلوقتي، في ناس قتلت، في ناس اصيبت. فكرة الاحتفال يعني منصة الاخوان قالوا انه كان على بعض الاناشيد الدينية لا رفض بشكل كامل، ولو كانوا تمادوا فيه اظن كان ممكن يحصل تصادم، يعني تصادم عنيف ما بينه وبين الصور الطبيعيين بقى، الوشوش الطبيعية اللي احنا بنشوفها في الميدان من يوم 25 يناير اللي فات. يعني دكتور هشام كمال، حضرتك عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية، ممكن أفهم يعني إيه جبهة سلفية مع السادة المشاهدين عشان أقدر أنطلق منها للرؤية بس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. هي الجبهة السلفية كما أعلنا قبل كده في البيان التأسيسي وغيرها على الصفحة الرسمية، مجموعة من التكتلات والمجموعات الدعوية السلفية الموجودة في أكثر من محافظة، وصلت الآن الحمد لله أكثر من 11 محافظة، بتجتمع على أشياء مشتركة في العمل الإسلامي، ولكن ليست في كيان تنظيمي جماعي زي جماعة الدعوة السلفية في اسكندرية وغيرها. بنعمل سويا من لأجل تحقيق أهداف معينة، رأسها نصرة المظلوم ونصرة القضايا المشروعة في هذه البلد. كانتنا العديد من الفعاليات قبل كده، احنا كافراد قبل بدايه 25 يناير كان لنا فعاليات، بعد 25 يناير وتكوين الجبهه، الجبهه اتكونت في اول ايام ثوره 25 يناير، شاركنا في الميادين المختلفه من ضمنها من يوم كام؟ يعني تحديدا من يوم 25 يناير كان معظم افراد الجبهه الاوائل كانوا في المنصوره، نزلنا في المنصورة، أنا نزل عندنا دكتور خالد الرفاعي عضو أساسي في الجبهة. أنا أنت الكلام ده بتقوله لي طبعا على مسؤوليتك وأنت صادق فيه طبعا. أنا ده أنا بقول لحضرتك، أنا أقصد لأن كان موقف التيارات السلفية بشكل عام. لا أنا بقول لحضرتك الجبهة السلفية، الناس بتخلط ما بين الجبهة السلفية والدعوة السلفية باسكندرية. لا إحنا نعرف الدعوة السلفية باسكندرية نزلت بيانات بترفض فيها النزول في ثورة 25 يناير وكان لهم مبرراتهم. إحنا كاتجاه إسلامي معين لنا بعض المبادئ اللي ماشيين عليها من قبل ثورة 25 يناير، ذوقنا الأمرين من أجهزة أمن الدولة، منعنا من المنابر، منعنا من ممارسة الدعوة. أنا شخصيا منعت من ممارسة الدعوة على منابر الجمعية الشرعية سنة 2005 بسبب محاولتي لمساعدة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2005، لأن احنا كنا واخدين الرأي الفقهي اللي بيتكلم على نقطة الدخول في المجالس النيابية سيقلل المفاسد من وجود الحزب الوطني وغيره من الاتجاهات الظالمة لهذا البلد، وسيساعد على بناء مصالح لهذا البلد بما ان في تيارات إسلامية تدخل وهتكون مصالح وهتساعد على عمل مصالح وإنشاء مصالح للبلد. فاستكملنا هذه المسيرة ونفس مبادئنا هي لم تتغير. شاركنا في الثورة، أنا نزلت من يوم 28 تحديدا كشخص، شاركت باستمرار، كنت أنا بكتب هتافات بنفسي كل يوم وننزل في نقود بعض المسيرات في المنصورة من الجمعية الشرعية ومن غيرها في ميدان الثورة اللي هو كان سابقا ميدان المحافظة. شارك لنا أخوانا في جبهة السلفية في الغربية في طنطا وفي أطور وفي أكتر من مكان. هو نقدر نقول عدد للجبهة السلفية دي؟ هو الأعداد غير محصورة، ولكنها دلوقتي الحمد لله في ازدياد، يعني دعوة أهل السنة والجماعة كلها، الشيخ عبد المجيد الشاذلي ومجموعات كبيره جدا تقدر بالالاف بيعتبروا نفسهم جبهه سلفيه. زي ما قلت لحضرتك احنا لسنا جماعه تنظيميه، ولكن نعمل في اطار اهداف مشتركه وفي اطار امور مشتركه نتوافق على هذه الامور ونتحرك من خلالها. اي بيان يصدر بالتوافق، اي حركه تصدر بالتوافق، نزول هذا اليوم يصدر بالتوافق، البيان اللي نزلناه حتى النهارده ودي نسخه منه صادر بالتوافق، لا يصدر اي شيء الا بموافقه جميع المسؤولين في الجبهه السلفيه. حتى لو كانت مواقفنا مختلفه بالنسبه لمواقف تيارات سلفيه اخرى موجوده في البلد لا يهمنا هذا الاختلاف، ولكن ولا يوجد تنسيق معه. لا يوجد تنسيق ولا يهمنا الا ان ننصر الحق. نزلنا نصرنا سمير ابراهيم قدام مجلس الدوله
وعملنا وقفة داعينا، احنا اللي كنا الداعين الأوائل لهذه الوقفة، ونزلنا يوم مجلس الدولة وكسبت القضية الحمد لله. نزلنا نصرنا الأخت أروى اللي عراها بعض جنود المجلس أو الجيش أو الشرطة العسكرية في ميدان التحرير، ورفضنا رفضا قاطعا كل النداءات اللي كانت بتقول هي نازلة التحرير ليه. بل كتب الدكتور خالد سعيد اللي هو متحدث الرسمي باسم الجبهة مقال شديد اللهجة جدا، سماه أروى والأربعون ديوثا، كان شديد الواقع جدا هذا المقال، وانتقد فيه جميع من رفض أن ينصر هذه الأخت التي عرضها السلطة. بنرفض انتهاك أي أعراض حتى لو غير مسلمة، لأن ده من مبادئ المروءة والنخوة الإسلامية والعربية. رفضنا قتل المتظاهرين السلميين في وضربهم يوم 19 نوفمبر، ونزلنا قعدنا 5 أيام من 19 نوفمبر لحد ما حضرنا الجمعة بتاعت 25 نوفمبر، رفعنا كل المطالب المشروعة لكل الصور. بنشارك في كل الفعاليات الثورية. وجودكم هنا ازاي؟ وجودنا حضرتك احنا نازلين بأفراد موجودين في جنبات الميدان المختلفة، شارك بعض الناس في بعض البوابات ولكن ليس كأفراد كثر، شاركنا في ميادين مختلفة أيضا في بأعداد كتير من الشباب، شاركوا في مسيرات، شاركنا في المسيرة بتاعت مصطفى محمود النهاردة كان فيها حتى الأستاذ وائل غنيم والدكتور ممدوح حمزة وغيرهم من الناس. لا نمنع أصلا في المشاركة مع أي اتجاهات مخالفة للاتجاهات الإسلامية طالما أن هناك مطالب مشروعة مشتركة نشترك فيها. تنزلين هنا برضو نصرة للمظلوم ولا حضرتك احنا نزل... ولا احتفال؟ احنا نازلين النهارده لا نحتفل، لاننا لا نرى اي طعم الاحتفال طالما ان هناك مصابين يئنون وما زالوا يئنون ولم ياخذوا حقوقهم حتى الان. لا نرى اي طعم الاحتفال وهناك ام فقدت ابنها وزوجه فقدت زوجها وابن تيتم ولم ياخذ حق والده حتى الان. لا نرى طعم الاحتفال وهناك ما زال كثير من الاسرى مسجونين في السجون، أكثر من 12 ألف معتقل في السجون العسكرية لم يخرجوا حتى الآن. لا نرى أي طعم. الرقم ده مش دقيق شوية؟ لا دقيق، وكان وصل ل 16 ألف وخرج ناس، يعني لا نرى في السجون العسكرية في محاكمات عسكرية حكم هم قالوا الرقم وكان 1000 وشوية خرج 1500 شوية قالوا باقي عدد. لا هناك أعداد مئات يعني. لا هناك أعداد كثيرة في 46. هل لديك ما يؤكد ذلك؟ معلش والله ده قيل أكثر. هو ده اتقال كتير واستخدم كتير أكثر من مرة. ليس عندنا وثيقة معينة لهذا الرقم، ولكن هل ممكن أن تتبنوا ذلك عشان نقول في قائمة بالأسماء؟ هل المجلس العسكري بيضحك علينا ويقول لنا كذا؟ احنا بنتبنى اللي احنا عارفينه كويس جدا، زي 46 واحد اللي ما زالوا إسلاميين المحبوسين إلى الآن ولم يخرجوا. بل هل أنتوا تعرفون بالاسم؟ أي نعم، وبيعذبهم في سجن العقرب بالأخص، دائما ما يمارس ضدهم أشياء تعسفية شديدة. نتبنى قضية أبو يحيى مفتاح محمد فضل التبني كامل، وأنا منسق عام ائتلاف دعم المسلمين الجدد أيضا. أبو يحيى مظلوم ظلما وفي قضية فتنة إمبابة لم يكن موجود أصلا في وقت الأحداث. طيب وده موجود. مش موضوعنا معلش، وده جزء من موضوعنا يعني. لأن أيضا لا أصل في نقطة، خرج أول امبارح مايكل نبيل، خرج 1959 واحد، خرج قبل كده صدر قرار بالعفو. نعم الأخ 1559 نعم خرج قبل كده قس كانت تهم بالتزوير ولم يمضي لم يمضي بقية المدة، ولكن في تعسف ظاهر تجاه التيارات الإسلامية المختلفة. وإن كان على فكرة صدرت أكتر من شهادة تشهد بأن أبو يحيى ما كانش موجود، وإلى الآن في إصرار على حبسه بما يوحي أنه محبوس سياسيا وليس جنائيا. طب حضرتك ما ردتش عليه أنتوا نازلين النهاردة لسه بقول لك أنا بقول لك باسم إيه إزاي؟ يعني نازلين ليه؟ احنا النهارده نازلين استكمالا للثوره ونصرة لحقوق جميع المظلومين اللي ظلمهم. واحب بس برضو اصحح خطا لعل الدكتور محمد ممكن يكون وقع فيه، ده من وجهه نظرنا الشخصيه، ان هو بيقول الناس نزلت النهارده في 25 يناير 2012 بناء على 4 اخطاء. انا متفق معاه في 3 اخطاء منهم، اللي هو محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو، ولكن انحياز الجيش للاتجاه السياسي الإسلامي لا أرى هذا الانحياز إطلاقا، بل إحنا في الاتجاه الإسلامي نرى على العكس. لو جينا نشوف الشواهد هنرى على العكس، إن الجيش أو القوات المجلس على القوات المسلحة أقصد، ونحن نفرق بين هذين الشيئين. انحاز أكتر للاتجاهات غير الإسلامية لأكتر من سبب، وهقول الأسباب. أولا اللي حصل بعد استفتاء 19 مارس ده كان استفتاء الشعب هو اللي اختاره، وبالتالي مارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اعتماد هذا الاستفتاء بناء على اختيار الشعب ولم ينحز إلى التيارات الإسلامية. الحاجة الثانية، يوم اعتصام 8 يوليو عدة مئات من الناس ذهبوا إلى مجلس الوزراء وتم تغيير وزارة كاملة بناء على مطالب تيارات لم يوجد فيها أي تيار إسلام على الإطلاق، وانحاز المجلس على القوات المسلحة لخيار هذه الفئة من الناس. واصلا كان طبعا عصام شرف لم يكن من احد التيارات الاسلاميه ولا محسوب على التيارات الاسلاميه، بل محسوب على النظام القديم واتى به المجلس العسكري. المجلس العسكري تبنى وثيقه السلمي اللي كانت عايزه تعمل المجلس الاعلى للقوات المسلحه والجيش دوله فوق الدوله وتحط دلوقتي يديها امتيازات خاصه. يديها امتيازات خاصه جدا جدا، رفضها كتير من التيارات الاسلاميه، بل احنا في الجبهه السلفيه اول ناس خرجوا لرفض هذه الوثيقه قبل ان تظهر للعلن، وخرجنا يوم 16/8 اللي كان موافق ل 16 رمضان في اكثر من 8 محافظات في وقفات احتجاجيه معلنه لرفض هذه الوثيقه قبل ان تظهر للعلن، وقبل ان تاتي جمعه 18 نوفمبر بعد ذلك التي رفضتها والتي خرجت لمطلب واحد هو تسليم السلطه في موعد اقصى 6 اشهر من هذا التاريخ. المجلس العسكري انحاز ايضا لعلي السلمي مع ان كتير جدا من المتظاهرين الاسلاميين غير اسلاميين رفضوه وانحاز له، ومعروف علي السلمي اتجاهه يعني انحاز له عمل ايه؟ انحاز له حافظ عليه الى اخر لحظه ممكنه الى ان اضطر المجلس العسكري ان هو يسقط حكومه عصام شرف بعد الضغط اللي حصل بعد 19 نوفمبر وبعد تورط الجيش في اعمال قمعيه ضد المتظاهرين السلميين، لان كان الاتجاه دلوقتي اتجاه ضاغط جدا. الناس نازله النهارده يوم 25/2012 لاستكمال مطالب الثورة الحقيقية، الناس نازلة مش عشان تحتفل بالفعل، في بعض للأسف مظاهر احتفالية، أنا جاي من ميدان منصة الإخوان عليها بعض الأغاني والأناشيد وغيرها، أنا شخصيا أرفضها، أرفض هذه المظاهر الاحتفالية، لأن زي ما قلت لحضرتك يعني إزاي نظهر مظاهر احتفالية إذا كان في احتفال ده إن بس بدأت الثورة بالفعل وبدأ إزالة رأس النظام البائد، ولكن لابد أن نستكمل، قالوا كل طرف وجهة نظر، لابد أن نستكمل ولابد أن تطغى هذه المظاهر على مظاهر استكمال الثورة وعلى استكمال المطالب. لو جينا نقول بقى أن المجلس انحاز للقوى الإسلامية أو انحاز للقوى الليبرالية، كل واحد عنده مبررات اللي تقول المجلس اللي انحاز لمين، ولكن أنا شخصيا أقول دعنا لا نقف عند هذا الأمر ولا يكل أحدنا الآخر الاتهامات ولا الـ يعني التعاطفات أو غيرها من خليها التاريخ، خلينا نقول دعنا نبحث عن الأمور المشتركة حتى وإن اختلفنا في الاتجاهات، دعنا نبحث عن الأمور المشتركة التي سوف تحقق مطالب عموم الشعب في الشارع. الشعب يدور على أنبوبة بتجهيز، الشعب يدور على رغيف الخبز، الشعب يدور على المطالب اللي احنا ننزل النهارده في 25 يناير 2012 عشان نستكملها ونسعى فعلا ونتجنب جميع ما بيننا من خلافات لكي نحقق هذه المطالب. نعم. طيب عندكم مراسلين ولا كمل الحوار الاول؟ طيب اوكي، لا استنوني بقى لحد ما اطرح السؤال واتناقش مع الدكتور محمد وبعدين ندخله المراسلين. دكتور العزيز، نحن امام حائط يبدو أننا داخلين إلى صدام مختلف. هل السؤال الأولي، هل يمكن التعامل مع هذا المشهد الذي نراه مع المجلس العسكري مثلما تعاملنا في 28 مع النظام، ولا الأمر مختلف؟ بمعنى إيه أكتر؟ يعني بمعنى أكتر يعني الإصرار يوم 28 هو كان قرار نهائي، إحنا هنا لحد ما يسقط النظام، كان المطلوب هو سقوط النظام، سقطت رؤوس النظام. هل هذا الموقف يشبه تماما ام ان هذه المره الرساله قويه؟ لان السؤال لسه اللي عايز اطرحه لسه ما جاش. بص، هو ده هيبان اكتر يمكن النهارده اخر اليوم، لان احنا في اعداد من الـ الائتلافات المختلفه والقوى السياسيه المختلفه كانت اعلنت عن رغبتها في الاعتصام. نعم. لكن الى الان مش باين احنا بنتكلم في عدد قد ايه، لان في الاخر لو احنا قلنا ان هو موقف كده وموقف كده وخلاص وهيتن يضغط الى ان يعني يتم تنفيذ المطلب اللي هو اسقاط المجلس العسكري الان ومحاكمه المجلس العسكري الان والانتقال الان لحكم او لرئيس مدني سواء مؤقت او دائم، يعني هيبان كم حد هيعتصم، ده رقم واحد، لان خلي بالك انه في عدد كبير من الناس موجود هيشارك وممكن يجي على اخر اليوم مش هيبقى موجود، فوارد جدا بقدر الضغط اللي هيتواجد في الميدان هنقدر نحدد احنا هنتعامل ازاي. طيب قبل ما تتنقل لها بس، الا ترى ان في هذا الطرح اذا وصل لي في من الخطوره الكبيره، خاصه انك هنا بتتكلم عن جيش مصر
نعم هو المجلس العسكري، بس أنا بتكلم عن جيش مصر دلوقتي. نعم. ألا ترى أن هذا فيه خطر كبير أن نصل إلى حافة هذا الصدام؟ أنا مش هسميه صدام، لأنه ما فيش حد من الموجودين في الميدان رفع شعارات فيها أنه يروح يهاجم مثلا نعم. أماكن عسكرية أو مشابه. وبرضو مش هسميه صدام، لأني ما ظنش أن الجيش في حد سواء في المجلس العسكري أو في القيادات اللي تليه وتليه وتليه من الممكن أن يقبل أن هو يصطدم مع الشعب المصري بقى بشكل مباشر، خاصة لما يكون اللي مرفوع ما هواش يعني كانوا بيبرروا مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزارة ان كان في ناس بتحاول تعتدي على مؤسسات الدولة، لكن ما فيش دلوقتي حد موجود في الميدان بيعتدي على مؤسسات الدولة. الناس بتتكلم في مطالب سياسية، فانا مش متخيل انه كلمة ان الناس تصر على تنفيذ المطلب الان يساوي صدام مع الجيش، وبالتالي هي خطورة على البلد. لما في 28 خد بالك، ما هو برضو اللي كانوا في الميدان ما عملوا الصدام، الصدام جاء من الطرف الاخر. بس انا مش متخيل ان الجيش المصري من الممكن ايا كان المبرر انه يصطدم مع الناس. لا لن يصطدم، ولكن اذا كان هذا المطلب والاعتصام قائم، الزملاء بيقولوا لي دلوقتي ان اتحاد شباب الثوره وحركه كفايه اعلنوا انه ما اعتصم. ده صحيح. طيب اذا قررنا وغيرهم كتير، اذا قررنا الاعتصام، انا عايز اوصل لسيناريو بس يعني. انا عندي طرح بيقول ان عندي جيش بما يمثله في الوجدان المصري، وانا مؤمن ان كل اللي واقفين دول لهم مطلب ان الجيش يسلم السلطه، وفي ناس اخرى شريحه من هذا المجتمع بترى ان في خطر ان الجيش يمشي دلوقتي، احنا مش عايزين مشاكل مع الجيش. طيب السيناريو ممكن تخيله ازاي اذا كان الاخوان المسلمين والقوى السلفيه، مش لازم القوى السلفيه كلها، ولكن القوى السلفيه الممثله في البرلمان بترى ان لا الجيش عمل الاجنده وحدد خلاص، ده بعته برقيه تهنئه يعني. تمام من كده يعني. وقال انا طالع 30/6، هو ماشي 30/6 وعمل الانتخابات وبيعمل الشورى وداخل على تشكيل لجنه الدستور، ده شغلكم في البرلمان، والانتخابات الرئاسيه 30/6، ما معنى التصعيد للنهايه؟ طيب اذا استمر هذا التصعيد وفي قوى اخرى شعبيه ليست قليله ولها تمثيل اكبر في برلمان منتخب بتقول احنا نتفق مع هذا، السيناريو شايفه ازاي؟ ما هو انا عشان كده انا كنت بقول لك انه فكره الصدام او ان احنا نقارن ده ب 28 صعب شويه، لسبب ان 28 كان الكل ده. كان الكل يعني كان الـ 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 القوى السياسيه المدنيه بكل اشكالها وتصنيفاتها والقوى السياسيه الدينيه اللي قررت انها تشارك برضو بكل اشكالها متفقه على نفس ذات المطلب. تمام. ومورس ضدها من السلطه ممارسات معينه ترتب عليها رد فعل من كل القوى في مواجهه هذه الممارسات، وبالتالي حصل المشهد اللي شفناه دلوقتي ده مش موجود. يعني حتى في المناقشات في كلمة الدكتور اللي كتبتني الكلمة الأولى كان فيها رسائل واضحة جدا، كرر فيها أكتر من مرة شكر المجلس العسكري وشكر الجيش والتأكيد على الالتزام بخريطة الطريق المعروض. ده بيخلي الميدان في قوى سياسية ثورية موجودة هتضغط، بقدر عددها هيبان المشهد. بس أنا أظن أن الصدام لو حصل مش هيكون ما بين هذه القوى وما بين الجيش مثلا كطرف، لكن من الممكن أن يكون ما بين هذه القوى والقوى السياسية مثلا الحرية والعدالة اللي هي بتتبنى وجهة نظر أخرى يعني. وكان يمكن بيتقال أنه إحنا هنأمن الميدان، يعني كان الإخوان المسلمين إحنا هنأمن الميدان وهنمنع أي شغب، وديت حط تحتيه أكتر من خط يعني. وكان طلعت تصريحات كده من المرشد بتقول إن إحنا هندعم وزارة الداخلية وهندعم البعد الأمني ومشابه. وقالوا شغب ولا قالوا حماية المنشآت؟ لا قالوا كمان شغب، يعني قالوا هنمنع أي أعمال فيها شغب أو فيها تخريب أو فيها كلام من هذا القبيل يعني. وعشان كده لو تخيلنا إن هيبقى في شكل من أشكال الصدام، يعني هيبقى من الممكن يكون ما بين دول ودول، ما بين القوى السياسية الإسلامية الموجودة في البرلمان اللي بترى إن خلاص هدفها هتحقق وهي الان منتظره تسليم السلطه وفي اتفاق بيتم بيتنفذ يعني. انا طبعا مش عايز ارد على الدكتور لان الكلام ده احنا قلناه كتير، فمش عايزين نضيع فيه وقت يعني. لكن عموما يعني هم في اتفاق معين بيتنفذ وهم راضيين بيه على فكره، هو بيتنفذ بحذافيره. واحنا كنا داخلين يوم الجلسه الاولى اللي هي كان لسه مفروض يعني محدش يعرف مين هيبقى رئيس المجلس ومحدش يعرف مين هيبقى الوكيلين، وانا داخل اصلا كان داخل معايا صورة الدكتور اللي كتبني وتعلقت قبل نهاية الفرز بتاع الاصوات بتلت ساعة، اتعلقت الصورة يعني على ان هو ده الدكتور سعد اللي كتبني الرئيس. فاللي عايز اقوله ان في اتفاق بيتم، لا هو في اتفاق بيتم والاخوان المسلمين من القوة
طب ايه دور المجلس العسكري هنا؟ ليه بتعتبره اتفاق؟ ما هو خلاص يعني لا اتفاق، هم قوة داخل البرلمان بالفعل يعني، فلما يحددوا ان الدكتور سعد الكتاتني هو فخلاص لا هيبقى هو, هو, هو هو الاتفاق انه احنا بنوزع دلوقتي سلطة، يعني بسقوط النظام السابق بقى فيه سلطة موجودة وبيتم اقتسامها ما بين الطرفين اللي بيظنوا ان هم الاقوى، الجيش بما يعنيه من جيش سواء في وجدان الشعب او ما يعنيه من جيش يعني مسلح يعني، والاخوان المسلمين ومعهم شوية تيارات اسلامية اقل تنظيما اقل بما يعني ترى من سيطرة على الشارع. فهو يعني الجيش لما مال للإخوان في تفاوضه وفي الاعتماد عليهم على ان هم يهدوا الشارع و كان من المنطلق ده، الاثنين دول اتفقوا مع بعض لصياغة نموذج ما بيتنفذ دلوقتي، يعني قد يكون اقرب للنموذج الباكستاني كده، انه رئيس معين بصلاحيات معينه يسيطر عليه الجيش، وبرلمان ووزاره بصلاحيات معينه يسيطر عليه. بالمشهد اللي انت شايفه ده ممكن السيناريو ده يكون مطروح؟ احنا بقى كاقليه ده اللي بنراهن عليه، يعني هو في الاخر ايه؟ احنا بنراهن على انه لن نسمح سواء جوه المجلس او براه انه الصفقات دي مش هقول انها تتنفذ، لكن على الاقل انها تتنفذ في الدره يعني. وعشان كده اكيد حضرتك متابع جلسات مجلس الشعب، في اليوم الاول كان لنا موقف مباشر صريح وطلعنا اعلاميا كمان اتكلمنا بشكل واضح جدا، وفي اليوم الثاني انا وهم بيتكلموا على يعني انتم موافقين على تشكيله اللجان، هم كانوا وزعوا علينا الورق اللي فيه كل حد سجل فين في اللجان يعني، وتم توزيعها وكده وبتاع يعني. فاثنين من النواب اتكلموا، العبد الفقير وابو العز الحريري يعني، كل واحد فينا اتكلم في اطار، بس انا كلمت رئيس المجلس بشكل مباشر كده، حضرتك تم توزيع ورقه امبارح قبل ما يتعرض اللجان ولا تجرى انتخابات و مكتوب فيها كده بالنص ده قرار من المكتب التنفيذي لحزب الحريه والعداله بتشكيل اللجان الفنيه، وموجود 15 لجنة من 19 لجنة متحدد مين الرئيس مين الوكيلين مين أمين السر، وفي الآخر كده مكتوب ويوجد 4 لجان مازالوا محل تأمل يعني ومحل نقاش وما شابه يعني. طب إذا كان لسه مبارح هيتم الانتخاب، وإذا كان إحنا لسه يعني حتى أنت كعضو جوه البرلمان ما أكدتش أن أنت في اللجنة دي ولا في غيرها يعني، وبما ان الدكتور الكتاتني قال انه ملتزم بتنفيذ مطالب الثوره اللي اكيد كان من اهم اسباب خروج الثوار يوم 25، اليات بيعملها الحزب الوطني شبه الاليات دي بقى، حضرتك ايه موقفك من ده يعني؟ فالدكتور الكتاتني قال انه يعني ده بيان اعلامي انا ماليش دعوه بيه، انتوا اللي بتعملوا الانتخابات ما تتوافقوا ما تعملوا ما تسووا، لكن نتيجه الضغط ده احنا والوفد والمصري الديمقراطي وقائمه الثوره مستمره والتحالف الاشتراكي وبعض المستقلين قالوا احنا مقاطعين الترشح والمشاركه في انتخابات ده، لاني تمت بشكل يدعوا ان هو توافقي وهو غير توافقي، لان هو كلم حبايبه واصحابه يعني مين اللي دخلوا معاه في التحالف الديمقراطي اللي هو تحالف الوفد الاخوان سابقا يعني، ومين استجاب لدعوته لما طلعوا من 4-5-6 ايام كده الدكتور محمد مرسي والدكتور الكتاتني ومع الاسف الدكتور ابو الغار والدكتور عبد الغفار اللي هو رئيس حزب النور، وقالوا ان احنا وزعنا وقسمنا وعملنا وسوينا وكلام كده يعني. فهو كلم حتى لما المصري الديمقراطي لم يرضى باللي هم يعني هيدهوله فخرج من القصة يعني، غضب عليه هو كمان يعني، حتى غضب عليه في الإجراءات يعني، انت حتى لما تيجي تتأمل الإجراءات اللي تمت اللي هو اللجنة اللي هتشرف على انتخاب رئيس المجلس، تم استبعاد كل دول يعني، تم استبعادنا كمارقين يعني كإقصائنا يعني، ولما جينا للوكيلين تم استبعادنا للمرة التانية، وعشان كده أعلننا موقفنا من خلال أحد الأعضاء بتوعنا في الهيئة البرلمانية، وقررنا أن احنا هنقاطع التصويت حتى على الوكيلين. طيب كده، فاللي عايز أقوله يعني أنه في طرفين شايفين أن مصالحهم مع بعض، الإخوان المسلمين وشوية طيارات دينية ماشية في ركبه، والمجلس العسكري شايفين ان مصالحهم مع بعض، بيجتمعوا مع بعض، بيعقدوا صفقات مع بعض، وبيطلعوا اعلاميا كمان يقولوا بشكل مباشر صريح انه ايه يعني ما نعمل صفقه، ايه يعني ما نعمل كذا، ما السياسه كلها، ويقعد بقى ينظر لك حصل ايه في البرازيل وحصل ايه في ما اعرفش ايه، وكانه عادي جدا ما نعمل صفقات. مين ان اداك تفويض انك
تعقد صفقة باسم الشعب المصري، ثم المجلس العسكري بقى لو احنا بنتكلم على الجيش وحمايته، يعني انا شايف ان ده اهانة للجيش وابتزاز للجيش، واذا كان المجلس العسكري يرى انه غير مدان يبقى لا يقبل ان حد يبتزه بهذه الطريقة، ويطلع بقى يقول اللي هيقول كده ده بيتهمنا اتهام مباشر يبقى لنا رد فعل و. لكن اللي حاصل مش كده خالص. وعشان كده لما انت بتقول لي فين بقى يعني المجلس العسكري يعمل ايه، المجلس العسكري طلع قانون منع فيه الممارسة السياسية على اساس ديني، وطلع لنا بعد اصدار القانون دون 5-6 احزاب بينطلقوا من منطلق ديني. المجلس العسكري جرم في قانون الانتخابات ان حد يستخدم شعارات دينيه، ومورس كل ما اسمه شعارات دينيه، حتى لما كان بيجي النور ينافس الاخوان كان الاخوان يقول لهم يعني والنبي بطلوا بقى شويه استخدام شعارات دينيه، وده حصل في السويس قدام عينينا ومرأة ومسمع ومسجلينه وزعناه كمان، مش بس مسجلينه يعني خلاص. وبعدين لما تيجي القوى المدنيه تقدم قرب 1500 بلاغ وطعن بس في الموضوع ده، ان انتوا حولتوا لنا المعركة السياسية الى معركة دينية، والمجلس العسكري اللي هي السلطة اللي بتدير البلد خلال المرحلة الانتقالية لا تتخذ اي موقف. لما يكون في حاجة اسمها بطاقات دوارة، لما يبقى في شك في 9 مليون صوت، لما يبقى القضاء عدد كبير جدا جدا منهم يا سلفي يا اخواني، الموظفين عدد كبير جدا ويتم التوجيه. بس قدام القضاء لا سلفي لا اخواني، لان ده كلام ما تقدرش تثبته. لا لا انا اقدر يعني نقدر نثبته عن بعض الانحيازات صعب. لا لا الكلام ده يعني تم تصويره، يعني انا عايز اقوله ايه، انه يعني اسال فكره لما يقول لك احنا ما استخدمناش الدين، ما يقدرش يقول كده يعني الموضوع بقى متسجل متصور صوت وصوره وبيانات وكلام كده، يعني ما يقدرش يقول ان هو مش طيب. مش مستخدم الدين حضرتك. فالشاهد انه ايه بقى، الشاهد انه ايه بقى، دي اراده هي موجوده بترى انه لا 30-6 ولا ما عندناش و. وفي نفس الوقت بتعمل ممارسات شبيهه بشكل كامل بممارسات الحزب الوطني القديم، اقصاء المعارضين و. ثم اقليه جوه البرلمان بتضغط ان الكلام ده ولا يتفق مع ثورة 25 يناير، وبننزل في الميادين ونعتمد على الشعب المصري اللي حضرتك شايفه ده. هم دول الارادتين الموجودين دلوقتي. يعني ده الموقف الداعم قوي للميادين له علاقة بحالة إحباط من النتائج اللي تحققت في البرلمان؟ طبعا. مش حضرتك تابعت معانا الحوارات اللي موجودة في الجلسة الأولى والجلسة الثانية، ومش عايز أقول كده بس يعني ده الحرية والعدالة. لما حصل كده حزب النور، لما احنا طلعنا وقلنا البيان بتاعنا، فابتدى حزب النور كمان يضغط عليه فقال انه هيطلع من القصه يعني. وفكره انهم اجلوا الانتخاب ساعتين كانت نتيجه ضغط من ان النور يمكن ينضم للمجموعات دي، ولما ما وصلوش لاتفاق قالوا طب خلاص هنرجئها للثلاث الجاي على امل انه يحسنوا بقى الشكل شويه، يعملوا معرفش ايه، يحاولوا، لان هو برده التكتيك بتاعهم مع الاسف، وده عيب في القوى المدنيه الليبراليه، يعني ان هو ايه شايف قدامه دلوقتي شويه ناس اتفقوا اهو، انا متاكد انه الان يتخاطب مع الوفد والان يتخاطب مع على امل انه يعمل ايه، طب ما نديكوا حته كده، ما نعمل لكم حاجه كده. ولذلك اللي احنا بنراهن عليه بعد فضل ربنا يعني ان القوى المدنيه الليبراليه اللي كان عندها امل انهم يشتغلوا بطريقه مختلفه بات جليا دلوقتي انهم لا مش هيشتغلوا بطريقه مختلفه، فما يستجيبوش لتفتيت صفنا كقوى مدنيه ليبراليه مع بعض. يعني عايز اقول لك مصطفى النجار كان يرى لا انا شايف ان احنا لما ننسحب كده طب انا هدخل واحاول واكيد مش هيعملوا كده، طلع على لجنه الشباب والرياضه اللي كان عايز يبقى مسجل فيها، كانت اللجنه فيها 11 اسم بس اعضاء عايزين يدخلوها من اعضاء مجلس الشعب، لما طلع واعلن انه هيترشح فوجئ، وده حتى مش في الاسامي اللي سلموها لنا واخدوا تصويت عليها، يعني ان في كمان 12 اسم طلعوا له كلهم من الحريه والعداله عشان يضمنوا اغلبيه في التصويت يدوها للي هم متوافقين عليه ان هو يكون على راس فنزل بسرعه جدا وخد الاسماء وقال ده تزوير وبتاع، وطبعا انسحب وانضم بعد ما كان شايف انه لا طب ما ننزل يمكن التغيير يعني من الداخل يعني فاهم قصدي. فالمشهد عامل كده. هل انت تتخيل بقى ان القوى اللي تم اقصائها دي هتسكت يعني يعني عشان انا مستغرب جدا، ما كان لسه قدامهم تجربتهم هم الشخصيه مع النظام السابق لما حب يسيطر بشكل كامل على كل شيء ومجريات الامور، وكانت النتيجه ايه يعني، هل هو هيسكت يعني؟ وبالتالي احنا هنراهن على الشارع، احنا هنفضح كل محاوله لصفقات ايا كان مين وراها جيش، وراها شرطه، وراها اخوان، وراها بعض سلفي، ايا كان مين وراها. البلد دي قدمت شهداء، في ناس فقدت عينيها عشان تصنع امل وحلم، ما هياش تركة يقسمها جيش على إخوان على دي مش تركة، دي بلد،
وطالما بلد اي حد عايز يبني يبني ايا كان انتمائه ايه، بس اي حد فاكر نفسه يعني انصح من الشعب بقى وهيقعد في غرف مغلقه، اهو الشعب المصري بيقول الشعب يريد اسقاط العسكر. هل الاخوان المسلمين اقوى من العسكر؟ يعني هطلع فاصل يا دكتور، هرجع لك تاني. دكتور محمد ابو حامد قال كلام كتير لا علاقة بحزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية في البرلمان، كل الحق لأي سيد فاضل من حزب الحرية والعدالة يدخل ويرد على الدكتور محمد أبو حامد. أنا أوجه لهم الدعوة عبر الهاتف، الموضوع طرح نفسه لم يكن مطروحا، عشان كنت أوجه الدعوة لحد من حضراتهم يكون موجود، احنا مش عاملين مواجهة، ولكن لهم حق الرد. نلتقي بعد الفصل.